الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخى الناس وأكرم الناس وخير الناس للناس، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وإذا كنا نؤكد أن الإسلام هو دين التكافل ودين التراحم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، فإن لنا هنا أكثر من وقفة. الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في لفظ الجار باستخدامه نكرة ليعم جميع الجيران، لم يقل وجاره المسلم أو جاره المؤمن، فالإحسان إلى الجار منهج ديني وإسلامي وإنساني. وكان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا ذبح الشاه قال: ابعثوا إلى جارنا اليهودي منها. الوقفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان على ما ذكره العلماء، سواء نفي كمال الإيمان أو نفي الإيمان التام. ما آمن بي من بات شبعان وافتقد الحس الإنساني وجاره جائع وهو يعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ماء فليجد به على من لا ماء له، ومن كان له فضل ظهر أي دابة فليجد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أشياء حتى قال الراوي: حتى ظننا أنه لا فضل لأحد في شيء، وأن كلما فاض عن حاجة الإنسان وكان هناك من يحتاج إليه، فإن التكافل الإنساني والمجتمعي يتطلب منا التراحم. وهناك ما يسمى في الإسلام بفروض الكفايات. فروض الكفايات لا تقف عند اتباع الجنائز أو تشمية العاطس أو رد السلام أو صلاة الجنازة، لا، فروض الكفايات أوسع من ذلك بكثير: إطعام كل جائع، وكساء كل عائب، وإغاثة كل ملهوف، وإيواء كل مشرد. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بشح غني، فإن وجدت فقيرا جائعا فاعلم أن هناك غنيا قد قص في حق الله عليه. وفي الحديث القدسي: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن طغى وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعمة أقرها لهم أبقاها لهم ما داموا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإن ملوهم حولها عنهم إلى غيرهم. وإن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ويقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. النعمة تزيد بالإنفاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما:
اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والناس قسمان، أحدهما معط وهذا من فضل الله عليه، والآخر آخذ وهذا من امتحان الله له، وهو القادر على أن يبدل الأحوال فيجعل المعطي آخذا والآخذ معطيا. ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟ يقول الحق سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فغني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني الغد، فلا فقر يدوم ولا غنى. ومن هنا عليك أن تضع نفسك موضع الآخذ، وأن تعلم أن الله هو الذي أنعم عليك وجعلك معطيا، ومن شكر النعمة أن تحسن العطاء. ألم يقل الحق سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ وينهانا عن أن نقدم الخبيث، فيقول سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يقول سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إلا لو كنت في موضع، لو كنت في موضع الآخذ، لا تأخذ إلا بضيق وامتعاض للحاجة الشديدة، والله غني عن عطائك لأنه قادر. ولو شاء ربك لأغنى الناس جميعا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ولنا عبرة في قصة أصحاب الجنة كما جاء في سورة القلم، الذي حيث كان صاحب الجنة رجلا صالحا يخرج حق الله وحق الفقراء وحق المساكين، فلما جاء أبناؤه قالوا: لك كان أبونا رجلا غفلا يخرج كل هذا؟ لا، يقول الحق سبحانه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. كلمة ولا يستثنون، قال بعضهم لم يقولوا إن شاء الله، وقال بعضهم لا يستثنون فقيرا ولا مسكينا، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اخرجوا بليل، خرجوا بليل، فانطلقوا وهم يتخافتون سرا حتى لا يشعر بهم لا مسكين ولا يتيم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حد قادرين على منع، ولم يقل وغدوا على العطاء، لأنهم لا عطاء لهم بعد اليوم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالرماد المحترق. الجزاء من جنس العمل. أقسموا على المنع، على منع الفقراء والمساكين، فمنعهم الله فضله ورحمته. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فما دام الله هو الذي أنزل الماء، وهو الذي أنبت، وهو الذي أخرج الزرع، وهو الذي أنضج الثمار، فلما تبخل بحق الله عليك؟ فكانت النتيجة: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. هذا في الدنيا، يقول الحق سبحانه: كذلك العذاب. هذا جزاء من يجحد النعم ولا يشكرها. كذلك العذاب، من فعل مثل فعلتهم بمنع حق الفقراء والمساكين عاقبناه بمثل عقوبتهم بزوال النعمة عنه،
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعوذ بالله من الشح والبخل، ونسأل الله أن يرزقنا سعة النفس وسعة الصدر وسعة اليد، وأن يجعلنا من المنفقين، من المتكافلين، من المتراحمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في يوم مولد طه غرد السعد، في يوم مولد طه غرد السعد، في يوم مولد طه غرد السعد، وأشرق النور في البستان والورد، والفيل يرفض أن يسعى إلى والطير جاءت لمن بين الخلد. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.